ما شاء الله نجم الزبير، وكما قالت إحدى الحكام في بطولة العالم، هذا الحصان المصري المطلوب ليس التركيز على الرأس فقط، والرأس موجود ورأس خرافي، ولكنه أيضا يتميز بالرقبة والكتف والجسم والهامة وصلابة الأرجل. حصان كامل والكمال لله، هو الأقرب وليس صدفة بطل العالم بتحكيم عالمي بالساحات الدولية والعالمية. نشمي كل النشامة، كل النشامة بكفي، ونشمي الزبير بكفي، وهو بطل العالم وهذا لا يكفي. تبارك الرحمن يا أبو العز حجيرات، ندين لك شكرا وفخرا وذخرا بهذا الإنجاز وإحضار هذا الحصان. تبارك الرحمن على هذا الحصان يا أبو العز. نشمي على الزبير. حبيبنا الخيالي، وين التحية لنشمي الزبير؟ وين الكف شباب؟ أعطوا كف. أعطيك العافية محمد العوني، أبو علي أحمد الدوخي باسم مربط الدوخي. أبو علي أحمد الدوخي تفضل